السلام عليكم. المكسيك، بولندا، نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، الجولة الأولى. شاهدنا وين المباراة، مباراة كانت قوية جدا بين المكسيك وبولندا، وشاهدنا وين ليفاندوفسكي وين أضاع ضربة جزاء في الشوط الثاني في الدقيقة 58، يعني ونقولوا بلي المكسيك كذلك وين ضيع اللعب، يعني ضيع في الشوط الأول، وين كانت يعني مباراة تلعبت شوط بشوط، شوط أول وين كان في صالح المكسيك، شوط ثاني وين كان في صالح بولندا، يعني وين نقولوا بلي بولندا رغم نقولوا بلي الشوط الأول يعني وين لعب يعني بتحفظ كبير، شاهدنا بولندا اللي دخل بخطة 4-1-4-1 يعني بالارتكاز كل على ليفاندوفسكي. شاهدنا كيفاش وين المكسيك وين دخل بخطة 4-3-3، يعني كانت نقولوا بلي المباراة وين نقولوا بلي الاستحواذ اللي كان في صالح المكسيك، يعني بال 59% نسبة استحواذ، 41% نسبة استحواذ البولندا، شاهدنا 201 تمريرة البولندا، 363 تمريرة المكسيك، يعني 523 لمسة عدد اللمسات يعني المكسيك، 366 لمسة بالنسبة لل كيسموهم البولندا، يعني خاصة وين أربع ركنيات، يعني ونقولوا بلي المباراة مباراة اللي تلعبت يعني وين نقولوا بلي تلعبت على جزيئات صغار، يعني وين يعني ونقولوا بلي بولندا وين ضيع هدف يعني عن طريق ضربة جزاء اللاعب ليفاندوفسكي، شأن وين نقولوا بلي جوليامو يعني الحارس المكسيكي، سانجيز، راموس، سينا سيزار، يعني هيكتور، يعني خيسوس، يعني إديسون، ألفاريز، هيكتور، لويس، يعني لويس، شانا لوزانو، مارتين، إكساس، يعني وين نقولوا باللي من جانب وين نقولوا باللي دخلوا زوج، يعني المدرب في الشوط الثاني الدقيقة 71، كارلوس رودريغو، رودريغيز اللي دخل الدقيقة 71، راؤول خيمينيز في الدقيقة 71 كذلك، بولندا وين نقولوا تشيزاني في الحراسة، ماتياس، شنا كاميل، شنا جاكوب، يعني وين نيكولا جاكوب، يعني سيباستيان، نقولوا بلي ليفاندوفسكي، شنا دخول كريستيان في الدقيقة 46، يعني وين نقولوا بلي المباراة وين كانت تكتيكية ما بين زوج مدربين يعني معروفين، نقولوا بلي جيراردو مارتينو في الخطة تاعو، يعني بالعب خطة 4-3-3، شنا سيسالو المدرب تاع بولندا اللي دخل بخطة 4-2-3-1، يعني تغيير في الخطط، يعني شأن تغيير في الخطط 4-1-4-1 شأن في يعني في الخطة كذلك وين 4 نقولوا بلي 4-3-3، يعني كل مدرب عنده يعني وجهة اللعب تاعو، يعني نقولوا بلي اليوم وين نقولوا بولندا يعني وين ضيع هدف، كان هدف السبق يعني في الدقيقة 58 عن طريق ضربة جزاء، يعني الحارس ولا نقولوا باللي خاصة وين هذه المباراة اللي لعبوا فيها الحراس، يعني الفضل يعود لترانزي الحارس تاع بولندا، شأن كيفاش وين الحارس كذلك يعني جوليمو والتشو، يعني الحارس تاع المكسيك اللي لعبوا دور كبير يعني في هذه المباراة، الفضل يعود لهم وراهم لاعبين 84 دقيقة مازال المباراة ما انتهتش، يعني 84، لكن الحراس وين لعبوا دور كبير في هذه المباراة، خاصة الشوط الأول الحارس تاع بولندا، الشوط الثاني الحارس تاع المكسيك، يعني وين أنقذوا المرمى تاعهم من على الأقل تاع بولندا اللي أنقذ المرمى تاعو على الأقل هدفين، يعني وشاهدنا كيفاش بولندا وين تلعب يعني بطريقة نوعا ما، يعني نقولوا باللي هذيك نقولوا وين نقولوا كي نتكلموا على بولندا خاصة في ال 20 دقيقة الأخيرة، وين الا مش نقولوا باللي هذا واحد رسل لي بعد نهضر عليها بعد نهضر عليها، راني هدرت عليها العيدوني شوبير خويا
العيد والاسعاف المهم من بعد نهضروا عليها. وين بولندا وين وين بولندا وين نقولوا باللي العشرين دقيقه الاخيره شاهدنا يعني وين المكسيك وين شاهدنا نوع من السيطره تاع المكسيك، لان بولندا وين تراجع الوراء وقعد يلعب على الخطه كيما نقولوا حنايا الكرات المرتده يعني وسرعه الاطراف تاعو كيما نقولوا حنا نهضروا بالعاميه الأونس والسات تاعهم يعني والانطلاقات تاعهم السريعه واللعب على ريفابوسكي يعني في العمق يعني اللعب في العمق يعني وين البحث على اللعاب يعني نوفابوسكي وهو معروف يعني وين كانت ليه يعني رقابه لصيقه يعني شاهدنا وين رقابه لصيقه يعني نقولوا بلي بولندا وين بسبب الرجوع تاعها الوراء وين خلات المكسيك وين سمحت المكسيك بالعوده من بعيد والسيطره في 20 دقيقه الاخيره كيفاش تشوف دروك في هذه خمس دقائق راني نشوف بلي المكسيك وين راه يلعب يعني بطريقه هجوميه يعني وين يبحث عن الهدف. شو كيفاش راه يبحث عن الهدف يلعب بدفاع متقدم ويبحث عن الهدف. شو كيفاش يا ودي والله تقول زوزي طايح ليهم. شو كيفاش وين المكسيك نقولوا بلي رغم ان المكسيك راه يحاول بكل طرق من اجل الفوز عبر دي فوا شي لقطات على بالك شي لقطات دي فوا تحبس ودي فوا تشوف لقطة تحبس على بالك تحبسوك تتفوت ولطيف على بالك بلي راهم طايحين عليهم المهم على بالك الا كاين وقت ضايع الا كاين وقت ضايع خاطرهم يزيدو بتسع دقايق يزيدو الا كاين وقت ضايع نقول لك كلمه راهم غادي المكسيك بالك تماركيه الا كاين وقت ضايع بزاف إلا كان ديك 9 دقايق ولا غادي المكسيك تماركي المكسيك تماركي على بالك وليك وليك أباك بلي بولندا يتلعب أي تحوس كيفاش يا ولدي يلعب حط أباك يحوس بولندا يتحوس على أي تحوس بصح قادر على بالك قادر هي خطة على بالك خطة قادرين بخطة بتمريرة واحدة من الدفاع للهجوم تاع بولندا هدف ما تنجمش تعرف ألي كلي، أوه، أباك بلي المكسيك مضيع، المكسيك ما فا في 10 دقايق مضيع دو بيت فالاب على بالك، بصح الغارديا تاع بولندا يلعب دور كبير، والله هذا، تشيزيني هذا يسموه تشيزيني، باني كاش، كاميان، جاركومب. فارتوس يعني ود اسماوات يا بصح كي تاع الناس يتحارب باه يا ودي الناس الكرينطا كي دايره بويا والله ما تفوت دو تاع بولونتيري خبط دو بي على المدينه اللي خرج به بالبوله المهمه فاش جوال ورتي ما تخليش تخرج من الدار والله ما تخليه تخرج من الدار ودير لي بارتي ديالك المهم
بعد المباراة. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما معاكم بجديد، ونمشي ابوني يدخل ابوني معنا. صحيتو خاوتي وربي يحفظكم.